بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية، اهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بعد ما زرعنا ما شاء الله نسبة الانبات وهم يعني تقريبا 100%، بنشوف مع حضراتكم هو شوف النبات طالع ما شاء الله حاجة محترمة جدا، يعني حاجة كويسة خالص اهي. ده يا جماعة الخير ليه النبات طالع كويس كده؟ نبات طالع كويس كده علشان اتحكمنا في الري من الاول. يعني انت النهاردة حاطين احنا الـ 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 الحصد هوت عشان يعمل صرف فوري، تمام؟ صرف فوري لأي مية زيادة، تمام؟ المية زيادة بتتصرف فوري في القنوات دهيت او تحت يعني. المهم بعد ما الانبات بقى عندك كده تقريبا، ده في خلال الاسبوع ده ما رواش الا مرتين بس يدوب، يعني ده اللي رواهم في خلال الاسبوع ده هو بس. ما شاء الله زي ما انت شايف كده النبات طالع اهو حاجة يعني كويسة خالص، نسبة الانبات 100%، تمام؟ والخيار طالع 10/10. طيب في الوقت ده هو بقى بعد ما طلع الانبات كده وابتدى يطلع اوراق حقيقية اهي، تمام؟ اهي اوراق حقيقية اهي، تمام؟ اوراق حقيقية اهي، والنبات ما شاء الله ممتاز جدا يعني، تمام؟ انا انصحك يعني ان احنا بنخربش جنب النبات كده، تمام؟ خربشة كويسة خالص، وبنصوم بعدها بيوم ولا يومين على حسب. شايف الطبقة دي؟ الطبقة دي لازم بقى ايه؟ نخربشها كده، تمام؟ نخربش الطبقة دي شوية. على فكرة هو في خطأ بس كده كان اخ من الاخوة لفت نظري ليه، ان القصيص مليان مية زيادة عن مليان تراب زيادة عن اللازم. هو يعني ملاحظة كويسة جدا، هو المفروض فعلا ما يبقاش مليان تراب، تمام؟ زيادة يعني كان ممكن ينزل 2 سم كمان، ولكن يعني الحاجات دي بتتعالج. واللي زي يعني المفروض ده صح. تمام كده. الطبقة الصلبة ده هي نبدأ ايه؟ نخربشها بمسمار، بضوافرنا، بأي حاجة إن كانت، عود حشيش. بس بعد ما تخربش بقى ما تعمليش كده، لا سيبها كده، سيبها منكوشة كده، تمام؟ سيبها نكش شعرها كده كويسة خالص، تمام؟ طيب النبات ده بقى إيه؟ كسلان وما طلعش. طب نحل فيه إيه؟ النبات ده كسلان وما طلعش خلاص، ما عدناش مش عايزينه. طب والحل؟ الحل هنروح زي ما حضرتك شايف كده، تمام؟ اهو المفروض انا بجيب كام كوباية كده، تمام؟ وزارع فيهم الايه؟ الحاجات اللي هي الترقيع دهيت. هاخد منهم يعني يومين كمان وهاخد النبات دهوت وهمشي. اي نبات ما طلعش هبدأ ايه؟ هبدأ اركبه. مش ما طلعش وبس، كمان حتى النبات اللي تعبان ده تعبان، ده وارد يا جماعة، ده تعبان، هشيله ايه؟ وهبدأ احط الايه؟ الـ ده احط النبات ده هو بس لما قدامه 3 أيام ولا حاجة هتلاقي امورك كويسة خالص، تمام؟ بسم الله ما شاء الله نسبة الانبات 10/10 حاجة ولا اروع، تمام؟ يبقى اهو نيجي برضو عند ده وحطين برضو اهو نبات للصنف ده، لان احنا طبعا ده هو خيار، تمام؟ وده هو جريلا. عارفين الجريلا اللي هي زي الخيار كده اللي بيجيبوها الهنود اللي هي بتبقى مرة ديت علشان السكر؟ اسيب لكم الصورة بتاعتها، تمام؟ وده قرع عسلي بس اللي هو الايه؟ الهندي الطويل. وده بطيخ سكات، تمام؟ ده بطيخ سكات. ده انا بجرب البطيخ ده، عايز اربيه على السلك اشوف ظروفه هتبقى شكلها ايه، تمام؟ طيب بعد بقى حضرات ما هنخربش كده هنسيبه يومين، تمام؟ هنسيبه يومين يتحمل ري، او لو يتحمل ري هنسيبه يومين. وبعد كده قبل ما نروي بقى يا جماعة نجيب ايه؟
نجيب مادة مطهرة وليكن توبسين، روزوليكس، أي منقط، تشاجرين، يونيفورم، كل دي مواد فطرية مطهرة عشان أعفان الجذور. أنا الحمد لله عندي المقدرة إن أنا محطش وأدير النبات كويس، لأن أنا عارف إن أنا مش هيحصل فيه أي مشكلة بالنسبة للإيه، بالنسبة للمية. تمام، أنا عارف مش هيحصل أي شيء، أنا أقدر أتحكم في المية ومش هيحصل أي مشكلة بالنسبة لأعفان الجذور. لكن أنا بتكلم على الإخوة اللي ممكن يعكوا في القصة دي ويدوا مية كتير ويجيلوا أعفان جذور من الأول، دلوقتي تجيب، ممكن تجيب روزوليكس مع منقط، تمام، أو روزوليكس مع توبسين، تخلطهم الاثنين مع بعض جرام لكل نبات فيهم في لتر المية، وتبدأ تجيب كاسة صغيرة اللي هي بنشرب فيها الشاي دي، وتبدأ تحط جنب إيه، جنب كل نبات تسقي بيها كده، تمام، وتسيبه يوم، وبعد كده تبدأ الري عشان بإذن الله تعالى الأسبوع الجاي الري والتسميد. هنوري حضراتكم برضو إزاي هيكون عملية التسميد والمكافحة، المفروض نحط إيه بأقل الإمكانيات، بأقل الإمكانيات، يعني مش عايز تكلف نفسك. ومن الحاجات الكويسة، يعني أي واحد يقول لك ازرع طماطم في القصيص، يعني اسمع اعرف ان هو ايه دماغه كده يعني لوحدها. ليه؟ طماطم يا جماعة الخير احنا كمتخصصين بتتعبنا، فما بالك انت يا اللي يعني هاوي القصة دي. فالنصيحة ليك ازرع حاجات خفيفة، حاجات زي الخيار سرعة تيجي، حاجات زي القرع سرعة تيجي، حاجات زي الفلفل يشتغل برضو معاك، البتنجان يشتغل. طماطم متعبة ومقرفة في الشغل بتاعها، فعلشان كده معظم الناس ما بتجيبش منها نتائج. هي هتنفع، مش هقول لك مش هتنفع، ولكن في ناس مش هتجيب منها نتائج كويسة وهتبهدلها، وفي الآخر برضو هي ايه، هتتسد نفسه ويرجع من الأول تاني، ما يشتغلش، بالنسبة هيوقف المشروع تاني. يعني في ناس اساسا يعني بتبدا المشروع تبقى كويسه ومتحمسه، وفي الاخر بتقف تاني. ليه؟ لان الموضوع ما مشاش عنده. تمام، فزي ما حضراتكم شايفين كده اهو، ما شاء الله الدنيا كويسه. يعني احنا ده اللي كنا زرعينه الخميس اللي فات، النهارده ليه تاسع يوم، النهارده النبات ده تسعة ايام. تمام، 9 ايام. ليه ده؟ عشان درجه الحراره عاليه، وبالتالي النبات يا جماعه بيبدا ايه، يكون سريع في النمو بتاعه. طبعا احنا حاطين سماد بلدي زي ما شفتم الفيديو الاولاني. تمام، اهو ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجه يعني ولا اروع. ما شاء الله تبارك الرحمن. الخط الثاني اهو، نسبة انبات زي ما بقول لك 100%. تخربش بس وشوف دنيتك عامل ازاي. ده هنحط واحد مكان اللي مترقع بره. تمام، اظن كده ايه اتحفظ كده. النبات برده مش عاجبني، هنشيله وهنحط واحد منين، من ده اهو، ده ماشي 4-5 ايام كده، ونشيل ونزرع واحد مكان، يبقى احنا ما فقدناش اي قصيص. وقبل ما تزرع زي ما قلت لك تزرع الترقيع بتاعك بالمنظر اللي احنا شايفينه ده اهو. هتزرع كده. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.